طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم السبت 20 يونيو 2020، شرفنا إنه معانا الباحثة والدكتورة الرائعة دكتورة هند عبد المنعم خوجلي، وهي Chair of Mission and Vision and Goals ستاندرد فور اركيتكشر بروجرام في جامعه دار العلوم في السعوديه، ومستشاره بيئيه في المعمار البيئي، وعندها عديد من العضويات في مؤسسات وجمعيات عالميه وباحثه. نشرت ورقه او عندها ورقه يعني بحث في تحت النشر بعنوان The Effect of COVID-19 Corona on Teaching and Learning in Architecture Engineering Colleges، تأثير جائحة كورونا على التعليم والتعلم في كليات الهندسة المعمارية. دكتورة هند، مرحبا بك وسعيدين بك جدا اليوم. أهلا وسهلا. اتفضلي. بداية أحب أرحب بالدكتور أنور اللي هو المسؤول من مجموعة الباحثين السودانيين في الفيسبوك و founder of this group، ولينا فترة طويلة يعني شغالين على موضوع الكوفيد 19 وتأثيره على الإي ليرنينج سيستم، وحبيت أشارك يعني من خلال البيبر دي تجربتنا في الإي ليرنينج في جامعة دار العلوم. The effect of COVID-19 Corona on teaching and learning in architectural engineering colleges. إحنا عندنا تجربة يعني خلال 3 شهور الأخيرة نفذنا الإي ليرنينج من خلال برنامج مايكروسوفت تيم، وكانت تجربة ممتازة، وحبيت إنه أنا أرصد التجربة دي من خلال البيبر اللي هنقدمه اليوم. ويعني تقدم سيرفي للطلاب وأخذنا ريسبونس وتم تلخيصه في البيبر. بالنسبة للأبستراكت، طبعا يعني معروف إنه في 11 مارش World Health Organization announced that COVID-19 coronavirus became a global pandemic. يعني التاريخ ده حبيت أخذته على أساس إنه يرصد بالنسبة لنا وللأجيال القادمة. الأهم من البيبر إنه نحن نرصد التجربة كحدث كان فريد من نوعه، وكانت تجربة سريعة بالنسبة لنا في teaching and learning في architectural school. والأهم إنه نرصد التجربة كمان للأجيال القادمة حتى إنه هم يستفيدوا منها. ومن الأهداف كمان إنه نحن نعرف البوزيتيف يعني فيتشرز والنيجاتيف فيتشرز، نحاول نعالجها في الكومينج فيوتشر إذا نحن استمرينا بالنسبة للإغلاق أو التجربة. الميثودولوجي كانت هي عبارة عن توزيع سيرفي للطلاب بعد انتهاء الاختبارات في المواد اللي أنا بدرسها، عبارة عن 5 كورسات، وأخذت فيدباك سريع من الطلاب بنسبة 100% هم جاوبوا على السيرفي. طبعاً الريزلت من البيبر زي ما أنا قلت أن هي عبارة عن عدد من الريكومنديشن نستفيد من في الكومينج فيوتشر. المين كي ووردز تيتشينج اند ليرنينج اون اركتكشر انجينيرينج كولجز والليرنينج اوتكم و the effect of COVID-19 on teaching and learning. The procedures before applying the online system. يعني قبل ما نحن نبدأ تنفيذ الـ e-learning والأونلاين سيستم، كان عندنا workshop مكثفة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، ولنفذ الworkshop هما IT unit، وكانت تقريباً قبل يومين من تنفيذ التجربة. وتم شرح موضوع اللي هو المايكروسوفت تيم، شرح ممتاز، واحنا حضرنا واستوعبنا التجربه، وبعد يومين بالضبط احنا نفذنا الاي ليرنينج والاونلاين فيرجوال كلاسز. فكان من اهم النقاط اللي هم اثاروها انه طبعا كان هو قرار من الوزاره يعني الاي ليرنينج واستمراريه التدريب في الفيرجوال كلاسز، كان هو عباره عن قرار من وزاره التعليم وطبقته كل الجامعات في المملكة العربية السعودية سواء كانت حكومية أو جامعات خاصة. استمرار العملية التعليمية باستخدام البرامج المتاحة زي برنامج زوم أو برنامج المايكروسوفت تيم،
واهم نقطه انه استخدام ال LMS system اللي هو student management and learning system للتواصل ما بين الاستاذ وما بين الطالب ومن خلال الايميل. طبعا دي نقطه مهمه انه اي طالب عنده ايميل تبع الجامعه واي استاذ عنده ايميل تبع الجامعه، ودي نقطه مهمه جدا في برنامج المايكروسوفت تيم، لانه احنا بنفتح عدد من التيم، كل تيم سميناه باسم كورس من الكورسات، وبعد كده بتعمل انفيتيشن، الانفيتيشن للطلاب في الكورس المحدد بدعم، يعني لازم يكون الطالب عنده ايميل والايميل يكون تبع الجامعه مش ايميل عام، وبتعمل لهم انفيتيشن 1 باي 1 بيدخلوا معاك في الحصه. فدي نقطه مهمه جدا. فالحاجه الثانيه انه كان في رصد لعمليه الحضور بالنسبه للطلاب الاتندنس، فحتى كان في اشراف من الجامعه نفسها بيدخلوا على مستوى الكليه يشوفوا عدد الطلاب الحاضرين للمحاضره عددهم كم من التوتال، والرصد ده كان بشكل يومي وفي كل المحاضرات على مدار اليوم. وما كان الهدف انه يعني انه نعاقب الطالب على انه غاب او حاضر، ولكن الهدف انه تحفيز الطالب على الحضور، لما الطالب يكون عارف انه في يعني حضور وفي مراقبه من قبل الجامعه، من قبل العميد، من قبل مدير الجامعه، فهنا هو بيحرص على انه يحضر. لو ما كان، طبعا انت عارف الحاجه دي، لو ما كانت موجوده يمكن يكون في لوزينج بالنسبه لحضور الطلاب. فدي كانت نقطه مهمه، يعني في نهايه السيمستر كل الطلاب حضروا الاختبار، ما كان عندنا دي ان، ما كان في حرمان من الاختبارات، كل الطلاب حضروا الاونلاين اكزامز. النقطه الثانيه ديفلوب اوف كورس سيلابس، طبعا حتى يكون هو موائم لعمليه يعني اللوك داون والحجر اللي احنا موجودين في البيت، فتم مراجعه دقيقه للكورس سيلابس. واكثر نقطه يعني اتكلموا فيها اللي هي الجريدنج سيستم، الكونتينوس اند جريدنج سيستم، بحيث انه الاساينمنتس والميد تيرم والكويزز تكون 80% من الجريدنج سيستم، اما الفاينل اكزام يكون عليه فقط 20%. طيب الفرق شنو بين بيفور كوفيد 19 وافتر كوفيد 19؟ بيفور كوفيد 19 كانت الاساينمنتس والكونتينوس جريدنج كان 60%، وقت كان عليها 40%، لكن هنا انعكست الحكايه، اصبح اللود الكبير بالنسبه لحضور الطالب في الفيرجوال كلاس ومشاركته والاساينمنتس ورفع الاساينمنتس وتقييمها عبر النظام بتاع ال ام اس، فالشغل ده كله اخذ 80%، لود عليه اكبر عشان يحفز الطالب على الحضور. اما الاكزامز في حد ذاتها هي يعني كانت عليها بس 20% اللي هي الفاينل اكزام. الاسئله نفسها طبعا برضو اخذنا عليها ورك شوب مكثف، كيف تعمل الاختبار في الاونلاين، والاختبار يكون سهل بسيط، ويعني الطالب يقدر يفهم الاسئله ببساطه، ما يكون معقد وما يكون الهدف منه يعني تحدي الطالب زي ما بيكون بعض الاحيان بيكون في اسئله صعبه جدا وفيها تحدي للطالب والكلام ده، ما في هنا، اسئله سهله بسيطه فيري ايزي، وان الطلاب بكل بساطه ان هم يقدروا يحلوها. طبعا لابد من مراعاه الحاله النفسيه بالنسبه للطالب، لانه في بعض الطلاب يعني ممكن يكون عندهم شخص مريض في البيت مثلا، او هم نفسهم يتعرضوا للاصابه، فانت ما بتعرف، والطالب ما ممكن يتكلم مثلا في حاجه زي دي. ولكن مراعاة لظروف الطلاب وعملية اللوك داون، وجودهم في المنزل وتأثير العامل النفسي عليهم والظروف اللي حواليهم في البيت انت ما بتكون عارف هي شنو، فالحاجات دي كلها كانت مأخوذة في الاعتبار، يعني أخذوها في الاعتبار في تسهيل عملية يعني التقييم المستمر وتسهيل عملية الاختبارات. طيب الجدول ده تم إضافته في السيلابس، ما كان موجود قبل كده، والهدف منه ربط الاساينمنتس اللي هي عندنا 5 اساينمنتات مع الكورس ليرنينج اوتكم. الكورس ليرنينج اوتكم طبعا عندنا فيه 5 مين دومين، اول حاجه هي النوليدج، ورقم 2 هي الكوجنيتيف سكيل، وثلاثه هي الانتر بيرسونال سكيلز اند ريسبونسبيلتي، وبعدين الكوميونيكيشن سايكوموتور سكيل. طيب بالنسبة للنولج سكيل هي عبارة عن المحاضرات، يعني عبارة عن الكورس
كاملا بالمحاضرات اللي بديها الاستاذ للطلاب، فدي هي النوليدج اللي بياخذها الطالب من الكورس المحدد. طيب كيف بيتم اختبار النوليدج؟ اختبارها من خلال الميد تيرم اكزام والفاينل اكزام والكويزز. طيب الكوجنيتيف سكيل هي عباره عن الخبره المعرفيه اللي بتدعم عمليه النوليدج، ودي بتكون من خلال انه توجيه الطالب انه يقرا كتاب معين في المكتبه. طبعا احنا في اللوك داون حنوجههم انه يقروا كتب الكترونيك بوكس، يعني اي بوكس. فالاستاذ حيساعد الطالب انه مثلا يمده ببعض الكتب الالكترونيه او توجيهه الى المكتبه الالكترونيه التابعه للجامعه. عندنا مكتبه الكترونيه تابعه لجامعه دار العلوم. فاذا هنا الخبره الكوجنيتيف اللي هي عباره عن الخبره المعرفيه التي تدعم النوليدج. طيب ممكن يكون من خلال الاساينمنتس المختلفه، عندنا حوالي 5 اساينمنتس حينفذ الطالب خلال الكورس، وفيها بعض الفيرس مثلا زي كلمه كومبير، كومبير بتوين تو كيس ستاديز مثلا، او كومبير بتوين تو ديفرنت ايرا، في عندنا هيستوري اوف اركيتكتشر. عندنا مثلا الفيرب انالايز، انالايز اللي هو تحليل، تحليل لحاله دراسيه معينه. برضو من يعني الحاجات دي بتدخل معانا في السايد اناليسيس، لان هي كليه الهندسه المعماريه اكثر الشغل فيها هو عباره عن الديزاين ستوديو، وبتدخل فيها كلمه الاناليسيس او كريتيكال ثينكينج. يعني عندنا مثلا بروبلم تو سولف ذيس بروبلم والكريتيكال ثينكينج عشان انا اوصل مثلا للديزاين، وعمليه اللي بنسميها البرايمري ديزاين او الكونسبت ديزاين كونسبت، كل الحاجات دي بتدخل عندي في الكوجنيتيف سكيل. طيب انتربيرسونال سكيل اللي هي عباره عن تنميه مهاره انه الطالب بيكون مسؤول، شخص مسؤول. كيف اقدر انمي مهاره المسؤوليه بالنسبه للطالب؟ اول حاجه الاساينمنتات دي بتتسلم ويكلي اساينمنت، يعني عندها ديوريشن تايم. الديوريشن تايم ده بيفتح في الام اس من خلال فتره زمنيه محدده، بيفتح في زمن وبيقفل في زمن. فالطالب هنا احساسه بالمسؤوليه انه يو هاف، يعني he has أو البنت نفسها تكون she has to do it in specific time. ده نوع من المسؤولية. زمان قبل الكوفيد 19 كنا بنعمل ملف للمادة، يعني المادة مثلا لو كانت design أو كانت مثلا history of architecture أو landscape أو أي مادة بعمل لها ملف فايل. الفايل ده بيحفظ فيه الطالب كل الأسايمنتات بتاعته، بنسميه ملف المادة. فاحتفاظه بالملف ده وتجويده وتقديمه بمستوى كويس ده نوع من المسؤولية، وبيسلمه في نهاية السمستر. طيب إحنا في الكوفيد 19 اللي إحنا شايفينهم ولا هم شايفيننا، هم قاعدين في البيت وإحنا قاعدين في البيت، فكيف يعني موضوع الملف ده حصل فيه شنو؟ فإنه الطالب لازم يعمل أبلود للأسايمنتات في الإل إم إس. عندنا الإل إم إس اللي هو النظام بتاع الطالب بيرفع الأسايمنت دي في مكان محدد، وفي نهاية السيمستر بيكون عنده كل الأسايمنتات موجودة في الـ LMS، والأستاذ بيدخل عليها بيراجعها وبيدي عليها نوع من الكومنتس. طيب الـ Communication Skill عندنا في الـ Architecture بتكون من خلال تقديم الـ PowerPoint Presentation. أي Case Study أو مثلا Design Studio Presentation بيكون من خلال الـ Communication، يعني الطالب لازم يشرح to communicate with the teacher، يعني إنه يشرح الموضوع بتاعه والاستاذ يساله عن هذا الموضوع، او بيكون من خلال كولابوريتيف سكيل بتوين ذا ستودنت، يعني مع بعض ممكن يكون الموضوع ده يعني الاستاذ يفتح للنقاش ما بين الطلاب مع بعضهم البعض، ونطلع مثلا منه يعني بوزيتيف بوينت ونيجاتيف بوينت ونستفيد من القصه دي يعني. طيب اخر حاجه اللي هي السايكوموتور سكيل، هي عباره عن السكتشات اللي بيرسمها الطالب، يعني احنا عندنا دروينج سكتشز، وهنا بيستخدم فيه اليد، يستخدم يده في مهارة الرسم، أو من خلال استخدام برنامج الأوتوكاد اللي هو برنامج الرسم، أو أي برنامج رسم زي الجوجل سكتشب مثلا. فالمهارات دي لازم هو يستخدم فيها يده، يستخدم الدروينج الرسم، وبيحول الملف بتاع الرسم إلى PDF وبيرفعه على نظام الـ LMS. طيب يعني نحن هنا التوصية بالنسبة للجزء ده اللي هو develop of course specification، إنه الأسايمنتات تكون بسيطة، تكون سهلة في متناول اليد، وما تكون حاجة صعبة بالنسبة للطالب، مراعاة للكوفيد 19 أو الحالة اللي إحنا يعني اللوك الموجودة فينا أو اللوك
الموجودة داخل البيت، إنه ما حيقدر يمشي يجيب مادة من برا أو يشتري مادة أو يعمل حاجة من برا، لا لازم تكون الحاجة دي متوفرة عنده في البيت عشان هو يقدر ينفذ الأسايمنت. فالموضوع ما يكون فيه نوع من التعجيز ولكن تسهيل بالنسبة للطالب. Develop of the course specification، الجدول ده موجود داخل الكورس specification. برضو مرة تانية رجعنا لموضوع الكورس learning outcome، knowledge والcognitive شرحناهم قبل شوية، والresponsibility والcommunication والpsychometer. الكولم اللي في النص هو عبارة عن الassessment، والassessment بالنسبة لكل الكورسات كانت 80% على الassignmentات و 20% بالنسبة للfinal exam. الكولم الأخير هو عبارة عن حساب لعملية كيف إنه الكورس ده حقق عملية learning outcome، يعني كم في المية قدروا الطلاب دير إن هم يفهموا الكورس اللي هي knowledge، قدروا شنو فهموا الكورس ده، وده أقدر أقيسه من خلال midterm exam والfinal exam كنسبة مئوية، يعني بشوف الريزلت وبحسب ليها نسبة مئوية وكده بقدر أنا أعرف قدروا شنو هم استفادوا من knowledge. الكوجنيتيف سكيل اللي هي تم تطبيقها في الاسايمنت برضو بنفس الطريقه بقدر احسب النسبه المئويه لتحقق الكوجنيتيف سكيل. نفس الحكايه بالنسبه للريسبونسبيلتي احسبها كنسبه مئويه، والكوميونيكيشن في اسايمنتات معينه بتنطبق عليها الكوميونيكيشن سكيل فبحسب النسبه في الاسايمنتات دي. السايكوموتور سكيل برضو في اسايمنت معينه كان فيها الدروينج سكتش وكان فيها عمليه الرسم، اذا في هذا الاسايمنت المحدد بحسب النسبة المئوية بالنسبة لي السايكوموتر سكيل. طيب نجي للابليكيشن. طبعا يعني زي ما قلت انه بعد الوركشوب اللي عملته الجامعة بيومين فقط احنا قدرنا ننفذ العملية التعليمية الليرنينج سيستم وما كان فيها اي مشاكل في عملية التنفيذ في كل الكورسات. نفس الجدول الزمني اللي انا كنت شغالة به في الجامعة جينا عملناه هنا في الكاليندر في برنامج المايكروسوفت تيم واشتغلنا على نفس الجدول الزمني، يعني أنا شغالة يوم الأحد كذا يوم الاثنين كذا نفس البرنامج نفس الجدول، الطلبة بيخشوا هم نفس الطلاب، إذن ما كان في عندي تغيير في جدولي ولا كان عندي تغيير في المواعيد ولا عندي تغيير في الطلاب، هم نفس العدد بيخشوا لي في المحاضرة في الزمن المحدد ونبدأ المحاضرات. السكرين شوت دي طبعا يعني اتاخذت ديورينج المحاضرات نفسها. على اليسار فوق عندي مادة الهيستوري اوف اركيتكتشر، والأسفل منها دي مادة السانيتري، بعدين هنا عندنا الانفايرومنت انفايرومنتال كنترول سايت اناليسيس، والماده اللي تحت دي كانت عباره عن اللاندسكيب. طبعا في مواد مثلا زي الماده اللي فيها سايت اناليسيس دي زمان كان قبل الكوفيد 19 كان الطالب بينزل السايت المحدد بيدرس الايشوز اللي حوالين السايت ده يشوفوا مقاساته كم النيبرز هود الفيوز الموجوده في السايت. طبعا مع الكوفيد 19 ما في نزول ما في خروج من البيت، فعملوا شنو الطلاب في الحالة دي؟ مشوا لي جوجل ماب، من جوجل ماب طلعوا السايت المحدد اللي هم عايزينه وعملوا دراسة شاملة للحاجات من جوجل ماب. الآن جوجل ماب بدينا 3D view، يعني أنا بقدر أشوف النيبرز حوالين السايت ده أشوف 3D view وأخذ منها سكرين شوت، بقدر أشوف مسار حركة الشمس يعني الشمال من وين الجنوب الشرق الغرب، بقدر أعرف الفيوز أراوند بدي جوجل ماب الحاجات الموجودة مع صور لها مع 3D views بقدر أنا أحل الموضوع إلى حد ما وأعمل site analysis. بالنسبة للassignment ده بالتحديد كان هو عندي assignment رقم واحد، الطلاب قالوا لي يعني حاولت أربط مادة اللاندسكيب مع مادة الديزاين ستوديو، فقلت لهم أنا عايزة نفس site اللي انتوا اشتغلتوا في الديزاين ستوديو تجيبوا لي هنا نعمل عليه تحليل وanalysis وdiscussion. فكان بيقول لي لسه ما خلصنا تقريبا شهر ونص من بدايه السمستر لمده شهر ونص او شهر، هم كانوا بيقول لي احنا لسه ما خلصنا السايت. قلت لهم خلاص احنا ناجله لحد ما تخلصوه نقوم نجيبه هنا نستدعيه ونحط الملف نفسه ونعمل عليه ديسكشن ونشوف البوزيتيف بوينت والنيجاتيف بوينت ونصلحها ونعمل عليها يعني تعديلات وكده. فكان فيري انترستينج بالنسبه للطلاب. بالنسبه للاسايمنت التحت ده في اللاندسكيب كان عبارة عن ديزاين الكورت يارد الموجود داخل الجامعة، فأنا هنا ساعدتهم جبت لهم الخريطة بتاعت الجامعة، هم عملوا سكرين شوت للكورت يارد وبدوا يشتغلوا عليه، يعني عملوا له ريسكيلينج في الأوتوكاد وبدوا يشتغلوا عليه.
فالحكاية يعني ما فيها صعوبة، نحن نقدر نذلل الصعاب، يعني مهما كان عندنا صعاب نحن نقدر نعمل لها تذليل، والحاجة اللي هي ما فيها إمكانية نبعد عنها وندي حاجة بديلة عنها. فالناس ما دايما تخط العقبات وتخط المشاكل قدامها، كلمة ما ممكن دي حق الناس تبعد عنها، ودايما نخط بدائل. يعني ما بقدر أنزل سايت، إذا البديل بالنسبة لي إنه أنا أستخدم جوجل ماب، أعمل نفس الشغل بس من خلال الصورة أنا بتحصلها من جوجل ماب. ما قدرت أجيب الخريطة حقت الجامعة أو أرفع مقاسات، إذا نحن نرجع لناس الجامعة يدونا مثلا PDF فايل فيه الخريطة، بقدر أعمل لها ريسكيلينج ريدروينج وبقدر أشتغل عليها نفس الشغل اللي أنا عايزاه. طيب دي صورة سكرين شوت من الليرنينج سيستم، ستودنت ليرنينج سيستم حق الجامعة، بيوضح كيف العملية منظمة جدا. نحن عندنا أسايمنتات من 1 لغاية 7 6، يمكن ما أخذناهم كلهم، هم 5 أسايمنت كان فوكس. فالطالب بيعمل كليك هنا وبيدخل بيلقى في صفحة عشان هو تو أبلود ذا أسايمنت. طيب تحتها مكتوب عندي ميد تيرم إكزام وفي الفاينل إكزام، لأنها هي كانت أونلاين، فالطالب برضو بيدخل على الستودنت ال ام اس وبيعمل كليك بيلقى الاختبار قدامه وبيختبر في فترة زمنية محددة. نوعية الأسئلة اللي احنا اعتمدنا عليها كانت choose the correct answer، حاجات بسيطة، و true and false. ما كان في رسم طبعا، لأنه في الامتحان العادي الزمان كان في رسم، يعني كنا بنقول له draw sketch أو بنعمله مثلا small project نقول له analyze، فالحاجات دي هنا ما قدرنا نسويها. فكانت الأسئلة عبارة عن أسئلة بسيطة فيها بس يعني الـ MCQ وفيها true and false، ويعني لو كثرنا ممكن تكون مثلا matching ما بين القائمة ألف والقائمة باء. فكانت الأسئلة بسيطة جدا بالنسبة للطلاب. طيب وصلنا للمرحلة بتاعت السيرفي. طبعا استخدمت جوجل فورمز لتصميم السيرفي نفسه، وبيديني لينك ديستريبيوتد للطلاب في الخانة بتاعت الشات. البرنامج بتاع مايكروسوفت تيم فيه خانة بتاع الشات بينك وبين الطالب، فعملت بوست لللينك في الخانة دي وطلبت منهم بعد ما هم يخلصوا الاختبار يدخلوا على السيرفي ويعبوه، أخذ معاهم حوالي 2 دقيقة. طبعا خلال ال3 شهور دي اتوزعت عليه 2 سيرفي، واحد كان من وزارة التربية والتعليم عايزين يعرفوا رأي الأساتذة في عملية الإي ليرنينج سيستم، رأينا نحن في عملية الإي ليرنينج سيستم، وفي سيرفي تاني برضو توزع من أحد الأساتذة برضو نفس الموضوع، رأي الأساتذة في عملية الدرس والمشاكل اللي قابلتنا والكلام ده. هنا الميزة في السيرفي ده أنا عكست الصورة، إن أنا عايز أعرف رأي الطالب في عملية الليرنينج سيستم والمواجه، يعني المشاكل اللي واجهتهم بالضبط شنو، عشان نحن نقدر نذلل هذه الصعاب في الفترة الجاية إن شاء الله. فعشان كده الكولوم ده إنه 52 طالب هم اللي ردوا عليه هنا، كل الطلاب اللي أنا بدرسهم في ال5 كورسات، والتيتشر الوحيدة الموجودة هنا هي أنا، فما كان في تيتشرز. طيب which program you use؟ طبعا يعني سلفا نحن قلنا إنه هو مايكروسوفت تيم، فال52 طالب جاوبوا إنه هو مايكروسوفت تيم، ما استخدمنا زوم ولا أي برنامج آخر بالنسبة للطلاب دار العلوم يعني التجربة. طيب do you think your experience with the online learning was effective؟ فكانت الإجابة strongly agree 12 طالب، والأجري 17 طالب في الأورنج، والأفريج 14 طالب. فأنا لو جمعت الـ 12 والـ 17 والـ 14 فحلقة أنه معظم الطلاب they agree by the experience، يعني أنه هم كلهم كانوا موافقين على هذه التجربة بدرجات مختلفة، والـ disagree والـ totally disagree هم 9 طلاب فقط من 52، وعندهم مشاكل. يعني نحن خلال السيرفي حنتعرف على طبيعة المشاكل اللي هم واجهوها. Which type of exercise is more effective؟ معظم الطلاب كانوا مرتاحين جدا لموضوع PowerPoint presentation، يعني لما أطلب منهم مثلا يعني case study، تحليل case study، فكانوا بيكونوا متفاعلين جدا في الأسايمنت ده. كان عندنا في مادة اللاندسكيب برضو يعني جبنا حاجات local landscape وinternational landscape، وتكلمنا على الانشنت حضارات القديمة لاندسكيب،
كانوا متفاعلين مع الأسايمنت من النوع ده وبيجيبوا حاجات جميلة، وهم شاطرين جدا في إنهم يدخلوا الولوج للإنترنت to search through the internet، بيحبوا الحاجة دي جدا ويتفاعلوا معها بشكل كبير. Writing reports ما كانوا متفاعلين، والبروجكتس ديزاين بروجكت كانوا 9 متفاعلين مع ديزاين ستوديو. Drawing sketch يعني كانت هي dislike بالنسبة لهم 5، وديزاين small design projects 9. فمن خلال التحليل ده أنا بقول إنه PowerPoint presentation هو أكثر assignment، زي ما شايفت في الأزرق هنا إنه أكثر assignment كان فيه تفاعل بالنسبة للطلاب، وفي الأفريج بيجي عندي design project حوالي 9 طلاب. طيب which program you used in the assignments؟ استخدام برنامج الوورد 12، والإكسل بروجرام حوالي طالبين فقط، الأوتوكاد 36 لأن هي كلية أركيتكتشر، ف 36 طالب طبعا بيعتمدوا على تصميم الأوتوكاد، و 3D Max حوالي طالبين. How do you describe your experience with the design studio in the online classes؟ 10 طلاب بيقولوا strong يعني strongly agree by the design studio، و 14 طالب they agree، وسبعة طلاب average. فيعني ممكن نقول التجربة في موضوع الديزاين ستوديو إلى حد ما ماشي حالة، يعني عندي 20 طالب they disagree by the experience with the design studio، 20 طالب ما كانوا مرتاحين للشغل في الديزاين ستوديو. طبعا زمان في الجامعة كان شغل مانيوال، مش مانيوال يعني بيكون في تفاعل face to face بين الطالب والتيتشر، يكون في سكتشات يعني بتجيب السكتش ترسم معاه يعني دروينج هاند سكتش، وبيكون في اللابتوب مفتوح والاستاذ قاعد جنب الطالب وبيشرح له عن المشروع بتاعه عشان هو يحسن. اما هنا حقيقي كانت التجربه بالنسبه للتيتشرز كانت صعبه، لانه عمليه التعديل يعني انت بتعمل له كوريكت، يعني مثلا عنده ديفيشنسي في حته معينه فانت عايز تعدل له، ما حتلقى القلم عشان تعمل له سكتش عشان تعدل معه، فكان في صعوبه في الحكايه دي. في حاجه في مايكروسوفت تيم اسمها الوايت بورد، فبتعمل استدعاء للوايت بورد بيفتح معك وبتبدا ترسم السكتش. حاولت اجربها في ماده بتاعت السينتري، الطالبه بشرح لها وهي ما فاهمه، لان يعني الشرح يعني بيكون ما في سكتش ما في قلم عشان ترسم له، هي ما فاهمه، اضطريت انا استدعي الوايت بورد وارسم لها سكتش عشان اقرب لها المفهوم بالنسبه للحاجه المعينه اللي هي كانت ما فاهمها. ففي صعوبه، في صعوبه بصراحه يعني في الحته دي. وانس انه هو فهم المطلوب هي كان جو اهيد ويكمل المشروع بتاعه. ففي بعض الاساتذه كانوا بينزلوا البي دي اف بتاع الطالب وبيعملوا له ريديزاين يعني بيقلم ويروحوا مصورينه مره ثانيه. طيب how do you describe your experience with the theoretical courses، المواد النظريه زي الهيستوري اوف اركيتكتشر؟ فكان في عندي سترونج اجري 14 طالب واجري 20 طالب والافريج 13، اذا العدد الاكبر they agree by the experience with the theoretical courses، اما disagree كانوا حوالي 5 طلاب. During the online class do you face any technical problems؟ اكثر الطلاب قالوا ان هم عندهم weakness in the internet، فالانترنت دي بصراحه مشكلة عامة يعني في البلد نفسها مشكلة عامة، وأحيانا حتى في الجامعة إحنا بنواجه المشكلة دي يعني بتضعف وبتقوى. طيب أثناء الحصة يعني مثلا ممكن أكون بشرح في المحاضرة أو الطالب هو ذاته قاعد يقدم برزنتيشن كويس، فيحصل ويكنس في الإنترنت، فكيف كنا بنتصرف في الحالة دي؟ هي ما بتستمر فيو مينتس يعني أو فيو سكندز، بيقطع الإرسال وبيرجع مرة ثانية، فبيحصل ديسكونكت، وبعد ذاك لما يرجع الارسال تبدا تعيد ثاني نفس الكلام اللي كنت واقفين فيه ونكمل الحاجه دي. في طلاب
كانوا يواجهوا مشكلة في الدخول، يعني أنا في المايكروسوفت تيم نفسه هم ما قادرين يخشوا كويس. ففي الحالة دي كان نتصرف كيف؟ كان عندنا واتساب جروب لكل مادة، فالطلاب الحاضرين جوا المايكروسوفت تيم بينبهوني بيقولوا لي فلانة ما قدرت تخش المحاضرة كويس. ففي الحالة دي أنا بقوم بعمل لها انفيتيشن، برجع بكتب الايميل بتاعها بعمل لها انفيتيشن ريكول عشان هي تقدر تخش معانا. فمن الحاجات يعني مثلا ممكن أنا أكون في المحاضرة ويجيك كول جوا المايكروسوفت تيم، يجيني كول ما محبذ إنه أنا تو أنسر الكول عشان ممكن يكون في هنا اختراق للبرنامج نفسه. لكن الحاجة دي كنا بنعالجها بإنه يعني الطالبات نفسهم في البرنامج بتاع الواتساب إذا في واحدة ما قادرة تخش هم بينبهوني إنه أنا أعمل لها انفيتيشن، أرسل لها انفيتيشن وأدخلها مرة ثانية عندنا في المحاضرة، ودي كانت الطريقة الأحسن يعني. طيب حوالي 3 طلاب I have no laptop، كانت مشكلتهم إن هم ما عندهم أجهزة. وفي 6 طلاب بيقولوا إنه the class is too long، المدة الزمنية للكلاس كانت طويلة جدا. و6 طلاب I couldn't follow up the teacher، و18 طالب I have no problem. فدي نوعية المشاكل اللي كانت بتواجه الطلاب أثناء المحاضرة، اللي هو ضعف الإنترنت، ودي كانت مشكلة عامة وما بتستمر يعني few second. و I have no laptop 3 طلاب، the class is too long 6 طلاب، I couldn't follow up the teacher 6 طلاب. Which method of interacting do you use؟ يعني كيف بيتم التواصل بين الطالب وبين الأستاذ؟ 16 طالب by LMS system student learning system، 28 طالب by email، و8 طلاب by WhatsApp. دي طريقة الكوميونيكيشن ما بين الطالب والأستاذ. طبعاً نحن حاضرين بالنسبة للطالب أكثر من 100%، يعني أنا كنت بحس إنها كأنها هي emergency case، يعني الوضع اللي إحنا كنا فيه كان وضع يعني حساس جداً، وإحنا عايزين نوصل العملية التعليمية بأحسن ما يكون. كنا حاضرين للطلاب أكثر من 100%، نجاوب على أسئلتهم في الإيميل بالواتساب حتى لو بالتلفون، إحنا حاضرين نجاوب على الأسئلة بتاعتهم في أي وقت، في أي وقت إحنا بنقدم لهم المساعدة عشان النتائج بتاعتنا في الآخر تكون أحسن ما يكون. During the online class, are you facing health problem؟ سؤال للطالب. 13 طالب قالوا إن هو my eyes are tired، و12 طالب my back is tired، one student my legs is tired، و26 طالب I have no health problem. طبعاً يعني لو رجعنا للشريحة اللي قبل كده إنه the class is too long، the class is too long، يعني في عندنا بعض الكورسات 5 ساعات تستمر، ديزاين ستوديو بيكون جلسة واحدة مع التيتشر 5 ساعات، وفي بعض الكورسات 4 ساعات، اللاندسكيب كان مدته 4 ساعات تقريباً أو 5 ساعات، ففي عندنا بعض الكورسات فعلاً the class is too long، فدي بتطلع منها المشاكل دي اللي هي إنه الطلاب بيعانوا من يعني من المشاكل دي هي الأيز والباك والليكس، فدي مشاكل الجلسة الطويلة. فدي نقطة مهمة عشان إحنا نطلع في conclusion بحل بالنسبة لي. Which course more excited to you؟ طبعاً دي الكورسات اللي أنا بدرسها. 9 طلاب قالوا landscape، و7 طلاب السنتري، 9 طلاب history of architecture 1، 7 طلاب history of architecture 2، 21 طالب design studio. Which method of assessment is more effective؟ Online exam and midterm and the final. يعني الطلاب ديل 25 طالب قالوا إنه أحسن وسيلة للتقييم، شوف اللون الأزرق ده، هي عملية الأونلاين إكزامز، يعني ما الأسايمنتات. 25 طالب قالوا إنه الامتحانات هي أكثر وسيلة للتقييم مريحة بالنسبة لهم كويس. وفي عندنا discussion small project 5، design studio project 5، والسمول بروجكت 1. فدي برضو مؤشر بالنسبة لنا للمستقبل إنه هم بيرتاحوا أكثر للميد تيرم إكزام والفاينل والكويزز. طيب write your opinion، ده كان عبارة عن open question، كل واحد يكتب رأيه في الموضوع.
ففي عدد منهم قالوا I loved the experience of my online classes, وعدد قالوا the teacher helped make it easy to us and make sure we all understood it was a nice experience. في عدد قالوا some are good and some are bad, دول اللي هما الأفريج. وفي ناس قالوا design studio is not effective for online classes و bad idea for architecture class. يعني دي totally disagree by the, فأنا نظمتهم على ال يعني strongly agree و agree و average وهنا disagree و strongly disagree. طيب analyze method of assessment before and during the COVID-19. الجدول ده بصراحة أنا يعني صممته في البيبر. دي أنواع الأسايمنتات المختلفة وكيف كان التناول بالنسبة للأسايمنت قبل الكوفيد 19 وبعد الكوفيد أو during the COVID-19. وإذا كان في نوت بنحطها هنا. الكويزز والميد تيرم and the final exams كانت عبارة عن يعني قبل الكوفيد 19 face to face في الجامعة طبعا و under control. During the COVID-19 كانت عبارة عن امتحانات online system وما كان فيها most of the students they agree يعني كانت agree بالنسبة لي هذا النمط من الاختبارات. بالنسبة للأسايمنتات كان عندنا drawing sketches برضو قبل كده هي في الجامعة face to face with the teacher و during the COVID-19 كانت الطالب بينفذ العمل في البيت بيحوله إلى PDF وبيرفعه في LMS اللي هو Student Learning System وما كان في مشاكل بالنسبة لهذا النمط. Compare between two case studies برضو كان applicable face to face وهنا applicable online. Analyzing case study برضو applicable face to face وبعد COVID-19 أو during the COVID-19 هي في الأونلاين في الـ LMS ما في عندي مشكلة فيها. طيب PowerPoint presentation applicable برضو face to face هنا online وهو أكثر نمط كان مريح بالنسبة للطلاب. Discussion small projects applicable face to face وهنا في الأونلاين system وهنا في بعض الستودنت كانوا disagree about a discussion وهنا عندنا discussion بالنسبة لي large projects في design studio applicable face to face وهنا في الأونلاين. وبعدين عندنا هنا فيها مشاكل بالنسبة لبعض الطلاب ما كلهم. الثلاثة الأخيرين ديل هم عبارة عن assignments during the COVID-19 unapplicable أو not applicable اللي هي شنو؟ عندنا site visit, site visit not applicable مع COVID-19 واستخدمنا جوجل ماب عشان نحن نقدر ندرس السايد المعين بالمحددات اللي حواليهم. 3D model during the COVID-19 not applicable. الطالب غير مسموح له بالخروج وبالتالي نحن لغينا الأسايمنت ده من الطلاب وده كان بتوجيهات من سعادة العميد. وكمان يعني الحالة اللي احنا فيها ما بتسمح بخروج الطالب. طيب الحل شنو؟ الحل انه نحن نستخدم برنامج 3D Max عشان هو يعمل 3D موديل ويصمم فيديو يعني بالنسبة لي البروجكت بتاعه. Collaborative Skill قبل الكوفيد 19 كانت عبارة عن تعاون بين الاركتكشر والانتيرير ديزاين وخاصة في الدفعة اللي هم بياخدوا بروجكت ARC 401 عندهم Collaborative Skill. اما هنا في الكوفيد 19 احنا ما قدرنا نعمل كولابوريتيف بين تو ديبارتمنت ولكن عملنا الكولابوريتيف سكيل بين الجروب نفسه. يعني انا في ماده معينه مثلا في اللاندسكيب اتحت النقاش ما بين الطلاب اللي هم معي في الكلاس قسمناهم لتو جروب وحصل نقاش ما بينهم ولخصنا النقاش ده طلعنا منه نيجاتيف بوينتس والبوزيتيف بوينتس وعملناه كونكلوجن للنقاش. طيب الكونكلوجن بالنسبة للبيبر the research concluded that the workshops and continuous training program are becoming crucial during COVID-19. طبعا دي حاجة كلنا لمسناها اللي هي ورش العمل والويبينارز بسبب انه الناس قاعدين في البيت كانت هي اكثر حاجة بتساعد
ساعد في تنمية النوليدج بالنسبة للتيتشرز وبالنسبة للطلاب. In addition, the research concluded that developing program learning outcomes and the course syllabus, course report, and course specification should be continuous process to suit the situation of the unlock due to COVID-19. لازم احنا نطور الكورس سيلابس والكورس ريبورت والكورس سبيسيفيكيشن بحيث انها تكون متوائمه مع حاله اللوك داون للكوفيد 19. The research concluded that the assessment method should be supported by the continuous evaluation of the student by quizzes, assignments, midterm exams should be equal to 80% and test to the final exam is equal to 20% according to university orientation. The research concluded that the teacher should encourage the student to communicate by using the LMS emails and others such as WhatsApp to solve any problem facing the student. Well, the problems facing virtual classes, most of the students are facing weakness on the internet, while others say that the class is too long and they cannot follow up the teacher. Well, the research recommends to raise these problems to the IT, اللي هي مشكلة الإنترنت, to solve the weakness on the internet. Some students, حوالي 6%, have no laptop. With this student could be helped by social loan from the university, and the duration of the class should be not exceed 2 hours. كده أنا خلصت البرزنتيشن. الكوميونيكيشن بالنسبة يعني معي أنا من خلال تويتر واللينكد إن والإيميل. شكرا جزيلا للحضور من خلال برنامج زوم وفي الفيسبوك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور هند, شكرا لك على الجهد المبذول, جهد مقدر جدا, نتمنى إنه الورقة يعني تتقبل وتطوري منها. أنا داير بس تمشي لي لآخر سلايد لو سمحتي. كونكلوجن. في الكونكلوجن هاي. يعني داير نبدا الاسئله بتاعتنا من هنا. اولا طبعا نرحب بزميلاتك دكتوره دنيا, دكتوره لبنى, ودير اللي انا ما اعرف بيحضروا معنا هنا في جلسه زوم, وكل زميلاتك وزملائك وحتى طلابك اللاحق ان شاء الله يحضروا البرزنتيشن دي. رحب بهم وشكرا جزيلا لكم على حضوركم, يعني ارحب بكم في سيمينارات الباحثين السودانيين. طيب بالنسبه هل عندكم لاحظت ان الطلاب اولا هو طبعا كوانتيتاتيف ريسيرش, ما كان عندكم اي انترفيوز ولا كده معهم ولا فوكس جروب مع الستودنتس, مش كده؟ كوانتيتيف يعني سيرفي ورجع السيرفي وقمنا عملنا تحليل. يعني ما كان في اي حاجه كوانتيتيف في 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 الداتا الكولكشن بتاعك, تكلمتي مع الطالبات نفسهم, اخذتي معهم؟ ما رجعنا ثاني يا دكتور, نحن ما رجعنا ثاني طبعا, لكن انا ناويه اشوف العدد اللي كان ديسلايك للتجربه, اتواصل معاهم واخذ فيدباك بالضبط. ممكن في حاجات ما بقدر افهمها. طبعا انا بتذكر المعمار ده علاقتي به بس كان في بدايه الهندسه اللي هو الرسم الهندسي, اطول محاضره في التاريخ يعني 4 ساعات. فأربع ساعات الواحد بيكون من مرسم لمرسم ويتونس مع ده ويتونس مع ده عشان لأنها صعبة جدا جدا. فبالتالي الزمن بتاعك بتاع المحاضرة استغربت في إنه هو نفسه ما تغير. خمس ساعات is too much online. too much وفعلا نحن يعني التجربة العملية ما بتستخدم الوقت ده كله. يعني الطالب نفسه إذا هو عنده جاهز عنده project يقدر يعرض, يعني يعرض لك البروجكت ده وبتقدر انت تمشي معاهم واحد واحد وتدسكس نشوف المشروع ونشوف المشاكل وكده, بتديهم فرصه انهم يشتغل ويجيك المره الثانيه يعرض لك الامبروفمنت بالنسبه للملاحظات اللي انت اديتها له. فما كنا بنستخدم الوقت ده كله, لكن في ايام فيس تو فيس ممكن يكون في قاعده والناس قاعدين ويعدلوا وهم قاعدين معك في الفصل يعني. اما هنا انت ما عندك كنترول عليه, هو قاعد في البيت, هو غالبا هاي بيكون مشغل البتاع التيمز وبيمشي بيعمل شغلته وبتاع بيعمل. احسن الناس تقلص الوقت ده بس لانه للمحاضره وممكن ساعه زياده للدسكشن ده, ما اكثر من كده يعني. اي ايديا ابغى الزمن,
الزمن يفترض انه يكون كم للخمسة ساعات لا يعني بيرسنتج؟ ساعتين كويسة، ساعتين كويسة المحاضرة مع الديسكشن. اوكي تمام، دي حاجة. الحاجة الثانية برضو لاحظت انه بيحصل ديسكونكشنز، ودي يوزر ايوه اكسبيرينس بروبلم. يعني لما يحصل لي كتير. ديسكونكشن انا ده في اسهل في الزوم والويبينار ده، لو في زول قاعد معانا هنا ده وحصل له ديسكونكشن لاي سبب طلع، لما يجي راجع بيجي راجع بنيو يعني زي مود ما بيقولوا مختلف. اي مود مختلف تماما. فالقصه دي هل ممكن التغلب عليها بانه ما بالضروره تكون كل الليكشرز تكون لايف ولا تكون يعني سيكرونس اي ليرنينج، ممكن تكون اي في سيكرونس نقطة، في نقطة تسجيل؟ إنه إحنا كنا بنسجل المحاضرات، إنه أي طالب حصلت له مشكلة، حصل له ديسكونكت وما قدر يجي يراجع مرة ثانية، أو عنده مشكلة في الإنترنت في البيت ما قادر إنه يتواصل معانا، أي محاضرة كنا بنسجلها فيديو. عندنا الأبيليتي جوه المايكروسوفت تيم إنه هو بيديك السماحية إنك تسجل المحاضرة وبتكون محفوظة للطلاب، كانوا مبسوطين جدا. هم في الآخر يعني شدة ما كانوا متفاعلين مع الحكاية دي، كانوا بيشغلوا الريكورد برام يعني اوكي ممتاز. من الناحية الثانية كانوا بيشغلوا الريكورد والمحاضرة بتكون قاعدة عندهم في الصفحة. طيب يعني في الطلاب مشوا من ستيت اي لستيت بي، يعني في البدايه كانوا ريزيستنج وما مبسوطين، يعني هل حصل ريكوردينج لانه في بدايه الموضوع كان كيف وفي نهايته كيف؟ ففعلا في البدايه الاكسبيرينس ممكن تكون صعبه على البعض بيرفضها ويقاومها وكده، لكن في لا نهايه هم في الاخر الاكسبيرينس يكون بقوا مبسوط. مبسوطين، في الاخر مبسوطين جدا من الاكسبيرينس. اوكي طيب، في حاجه اللي هو الاختبار كان ام سي كيوز وترو اند فولس، كيف ايوه قدرنا نراقب الطلاب انهم يعني ما there is no cheating ولا plagiarism ولا cheating تحديدا؟ بالزمن بس يعني تظبط الزمن، وانه كان يعني go forward ما بتقدر تمشي back، يعني next 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 لحد ما يخلص، وبتظبط الزمن بتاع الاجابه. الطالب ما قاعد وين؟ فيزيكالي قاعد وين؟ في البيت، هو طيب قاعد في البيت. في البيت ده كيف نقدر نعرف انه الطالب ده ما قاعد معاه خاله مهندس استشاري معماري كبير جدا يساعده في حل الامتحان، ما بتقدر تضمن يعني. ولا هي امه طبعا معماريه رهيبه زيك يا دكتوره؟ طبعا هنا عندنا في السعوديه ما بتقدر تفتح كاميرا. يعني في اوكي الدول الاجنبيه انا عرفت انه في مثلا زي الامتحانات البروفيشنال دي تحت كلها لازم هاي تشوف الاونلاين السراوند بيفتح فيها بتاعه. كاميرا وبيشوفوا الغرفه كلها، عرفت الكلام ده من بعض الناس. لكن هنا ما بتقدر، وخاصه البنات يعني تقدر يعني نهائي الكاميرا، الفيديو ده ممنوع، كاميرا ممنوعه يعني، دي باي لوز يعني عندهم هنا. انا بدرسها في جامعه الملك فيصل، يعني كنت بدرس ايوه طالبات لفتره طويله جدا ما بعرفهم، يعني هم ممنوع ولا بتاع اي بي بالظبط كاميرا. كده، ما بتقدر ما بتقدر. نعم فهي الحكايه احنا ظبطناها بانه الاختبار المده الزمنيه بتاعت الاسئله تكون شورت، وتو جو نيكست 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 لحد ما هو يخلص ويعمل سميت. وزمن بس ما الاختبار تدي قدر شنو؟ فرصه، ما تدي فرصه، ما تدي فرصه انه هو يسال او يمشي بعيد يعني. طيب زمن الاختبار قدر شنو؟ وهل كل طالب عنده اختبار مختلف ولا كله عنده نفس الاختبار؟ بتعمل شيفلينج يعني تدوير، يعني اوكي السؤال ترتيب انه ما يكون نفس الترتيب، اوكي يعني ترتيبه بيختلف من الطالب للثاني. اي، لانه المساله دي برضو ممكن تودينا في كويشن بتاع انه الطلاب نفسهم ما ممكن يكونوا عاملين لاير تاني بتاع نتورك فيما بينهم، بيتكلموا بتليفونات تانية نمر تاني احنا ما عارفينها ولا كده، وده بيسوقني لسؤال تاني اللي هو في 3 دي موديل، الحاجه اللي طلبتها منه ك 3 دي ماكس 3 دي موديل. اي 3 دي موديل ده كيف نعمل باراجريزم تشيكر؟ يعني انه ما في عملوا كوبي بيست من نفس الاساينمنت؟ لا هم طبعا الديزاين بروجكت اللي هو المشروع، كل طالب هي الارض واحده، لكن كل طالب بيكون مشروعه براه، يعني اوكي بيديك ممتاز. فكره مختلفه، فكره مختلفه. فطبعا المتابعه اليوميه الاستاذه بتكون عارفه ان ده شغل الطالب، بيفرق على فكره، انت بتقدر تعرف الفرق ما بين البروفيشنال وما بين الستودنت وورك يعني. اوكي ممتاز جدا. والمتابعه اليوميه يعني هي بتكون شايفه البروسيس ماشيه كيف، تمام يعني بتقدر ممتاز. تعرف الحاجه دي. طيب في حاجه تاني، هل الجامعه عندكم ولا الكليه عملت اي ابديت للسيدن مانيوال للسيدن هاند بوك فيما يخص الهيلث اند سيفتي ايوه ميجرز؟ ايوه اكيد اكيد. حصل بس يعني احنا خمسة ساعات لمحاضره، لو ما الطالب قلنا له يا اخي اسمع حاول اقعد في كرسي كده، قوم كله 10 دقائق ولا 15 دقيقه ستريتش اوت وحاجات زي يعني دي. احنا لما عرضنا المشكله دي في اجتماعاتنا قالوا ممكن نعمل بريك تايم، لكن ما لغوا الفكره، يعني انها تكون خمس ساعات خمس ساعات ما اتلغت، لازم يعني نكون متواجدين
داخل الغرفة طوال الخمس ساعات دي طيب أو في الأربع كليات ساعات معمار حسب ثاني في على العالم المادة. عملت ميجرز والله مختلفة؟ ما غرنت الصراحة، ما غرنت أبدا. أنا، لكن أوكي. هم قالوا لنا ممكن تاخدوا بريك تايم، كل ساعتين تعملوا بريك تايم، يمشوا يرتاحوا شوية وتجي تكملوا. تمام، ممتاز جدا. طيب بالنسبة للكلاس ادمنستريشن برضو كان سنترد اراوند يو، يعني بيكون الطلاب معاك في الكلاس في التيمز وهناك في لازم الواتساب. لازم يكونوا قاعدين. اي في يعني في الواتساب بينبهوك انه في واحدة يو لوست سم ون من الكلاس في التيمز، مش طبعا كده؟ جهازهم ده بيكون في يدهم، جهازهم بيكون في يدهم طوال يعني، لكن لما تكون في طالبة مثلا عندها مشكلة في الدخول ما قدرت تخش، فهم بينبهوني يعني، بيقول في وانا معاهم في الاونلاين، يقول لي يعني دكتورة هين في فلانة ما قدرت تخش، فاعمل لها انفيتيشن، فنحن بنكتب الايميل حقها مره ثانيه ونعمل لها انفيتيشن. طيب في عدد من الطلاب ما كان عندهم لابتوبات، 6% out ايوه of 57، مش انا كده؟ بالضبط كده، دي نقطه مهمه شديد، لانه فعلا احنا وصلنا الكلام ده يعني، احنا كتيتشر وصلنا يعني في بعض الطلاب ما عندهم اجهزه، عندهم يعني في البيت ممكن يكون في جهاز واحد، والوضع ده انه دخل كل الطلاب في الاونلاين سيستم، كل البيت داير يشتغل اونلاين سيستم، ففي واحد حيشتغل وواحد ما حيشتغل، فبصراحه ما كان في حل واضح بالنسبه للطلاب دين. فهنا من خلال البيبر دي انا اقترحته، ده اقتراح يعني سجستشن او يعني انه يكون يعني للكونكلوجن، انه نعمل لهم سوشيال لون، اوكي. انه يكون في يعني عندنا يعني السوشيال لون ده لدعم الطلاب اللي ما عندهم لابتوبات، ندعمهم بالحاجة اللي نديها لهم وتتقصد لهم على المدى الطويل، واي نوت، لازم يعني نوجد لهم حل. لانه ده كان برضو كونسيرن انه البرامج بتاعت المعمار اذا كان اوتوكاد ولا 3 دي ماكس ولا كده محتاج كمبيوتيشنال باور عالي، يعني ما اي لابتوب ولا اي كمبيوتر هيعملها ولا اي جهاز لوحي ولا موبايل، فبالتالي انت محتاج لك سبيشال عايز اكويبمنت. مواصفات عالية المواصفات العاليه دي معناها جهاز بالظبط. اغلى من الافريج بتاع الاجهزه العاديه في السوق، فيفترض انه يعني الريكومنديشن ده برضه يكون موجود داخل السويدن هاند بوك لكليتكم المحدوده دكتور للمعمار. أنور معانا، دكتورة سامية أيوب من ايوه الأردن، هي يا هلا، زميلة لنا تشرفنا يا سابقة تشرفنا وقطعت. دكتور سامي. أهلا يا دكتورة سامية، كيف في حالك؟ دكتوره، ايوه دكتوره سامي، تفضلي تفضلي، عملناك ام ميوت للمايك، تفضلي. دكتورة سامية هي شايف كتبت في الشات هنا ايوه أنا. يعطيك العافيه، يعطيك العافيه يا دكتوره هلا هند، ومرحبا، تفضلي. نورتينا دكتوره، فرصه سعيده اننا احنا الاسعد والله. انا بحييك على الموضوع اللي انت طرحتيه، لانه هو فعلا موضوع الساعه. انا في الله عندي يبارك نفس فيك. التجربه مرينا فيها بالاردن، انا من جامعه اليرموك قسم العماره مدينه اربد بالاردن. المشكلة اللي ممكن أنا أعقب عليها بأيدك بأغلب النقاط اللي حكيتيها، في بعض النقاط اللي أنا بحكي فيها ولازم نركز عليها أكثر، هي مشكلة تدريس العمارة لطلاب سن أولى لسه ما بيعرفوا برامج كمبيوتر، لسه بالنسبة للعمارة كثير أشياء جديدة لازم يشوفوا فيس تو فيس، فهاي المشكلة اللي واجهناها. بجوز لما درست مواد سنة ثالثة مواد نظرية ما في مشكلة، مواشيع التخرج لانه الطالب يكون متمكن من الكمبيوتر، برامج الكمبيوتر متمكن من الاساسيات، لكن لما يكون طالب سن اولى خاصه يتعلم مواد البيسك راح يعاني مشكله كبيره. وجو العماره بالتحديد بده اتراكتف، نجذب الطالب بحيث انه يفهم شو معنى كومبوزيشن، بيحتاج انه يشتغل يدوي مش بس انه يرسم ويقص بالكرتون ويشكل اشكال بالكرتون، حتى يفهم شو معنى فولو سبيس، شو معنى اورجنايزيشن، شو معنى ماسج. فهاي المشكله يمكن الواحد يعاني فيها اكثر. النقطه الثانيه، كيف حليتوها يا دكتوره ساميه؟ كيف حليتوها؟ بسطنا التمارين زياده عن اللزوم وطلبنا منهم يرسموا ايزومتريك، بس ما كان بيغطي 100% المينينج اللي احنا بدنا نوصل له. هاي مشكلة كانت واجهت لطلاب سنة أولى، باقي السنوات كانت الأمور جود،
حيث انه النظري محاضرات وفيديو وشاتنج على الزوم. الطلاب الاكبر كمان ما في مشكله لانه عندهم تمكن من اجهزه الكمبيوتر، برامج الكمبيوتر. مشكله ثانيه واجهناها عدد الطلاب الكبير بالصف، يعني لما يكون عندنا 10 15 طالب اوكي، بس لما يكون بالشعبه مواد الديزاين 25 طالب 27 طالب ما بتلحقك. احنا مرات بيكون في معي مساعدين حتنلحق نناقش الطلاب، لما يكون العدد كثير كبير واونلاين بتكوني لحالك ما في حدا يساعد، فبياخذ تقريبا الواحد بيشتغل 24 ساعه 24 ساعه بحس حاله ما فيش شيء اسمه وقته الشخصي. وهذا من الصعوبات اللي واجهناها بهاي الفصل، انه افيليبل، خصوصا انه مرت علينا ظروف بفتره شهر رمضان اغلب الطلاب بتنام بالنهار بيصحوا بالليل، فصار الواحد ملزم انه يكون افيليبل لانه الطالب بصبح نايم، فما بنقدر نفرض عليه انه الجو العام خلى هاي الامور شويه صعبه. بس بشكل عام هي تجربه كانت لطيفه، فيها عيوب فيها حسنات، قوت العلاقه معنويا بين المدرس وطلابه، بعض الطلاب قدروا يتجاوزوا، بعض الطلاب نوعا ما كسلوا لانه الطالب بحاجه دائما لدعم وتشجيع. الفيس تو فيس بخلي الكوميونيكيشن اقوى خاصه مع الطلاب الصغار. يعطيكم الف عافيه. شكرا جزيلا دكتوره على نقل التجربه في جامعه اليرموك في الاردن. طيب في سؤال، يعني دكتوره هند ودكتوره ساميه، هل استعنتوا بالطلاب من داخل الفصول نفسها في انهم يساعدوكم في اي عبء اداري لاداره الكلاس؟ احيانا الطلاب تفضلي دكتوره. احيانا كان طلاب السن الاكبر يعملوا برامج تعليميه بسيطه، بس في نقطه كمان الشاتنج او انه واحد يتساعد كثير، هاي كمان نقطه ما كانت كثير ايجابيه. احنا كنا نعمل مرات كويزات داخل الكلاس حتى نعطي الايفالويشن الصحيح للطالب، بس لما يكون طالب كله شغله عن بعد فاحيانا ممكن حدا يساعده وما نقدر نرفض لانه في تعاطف بالوضع، لانه لو ما في هاي المشاكل او الفيروس كان ممكن ترفض الشغل، بس تعاطفا لانه ظروف صعبه نسكت نمشي الامور شوي حتى نعدي الفصل. بالنسبة لنا نحن في جامعة دار العلوم العدد بتاع الطلاب في الكلاس كان 20 طالب، يعني ده الماكسيمم ممكن تلقاه 20 طالب حسب يعني توجيهات وزارة التربية والتعليم. وطبعا نحن اشتغلنا برنامج الاكريديشن بروجرام، فهو بيديك المحدودية لعدد الطلاب في الكلاس، لازم يكون 20 طالب تكوميونيكيت انك تقدر تتواصل معاهم تحل مشاكلهم، ما يكون العدد اكثر من كده. فما واجهتنا المشكلة اللي قالت عليها دكتورة سامية. تمام. طيب في سؤال لكم الاثنين برضو. الآن طالب يعني مر بيقول إنه في مواليد حيجوا في وقت من الأوقات حيسموهم مواليد الكورونا، اللي هم الناس اللي كانوا مش كده احتمال تكون سمعتوا بالترم، فهل حيكون في خريجين الكورونا برضو بحيث إنه سوق العمل ممكن يكون عنده مشكلة معاهم في أي جانب من الجوانب؟ الآن عندنا طلاب موجودين في كل الجامعات على وشك التخرج والناس بيتعاطف معاهم، حيعمل لهم عندنا ميجرز تريننج بروجرام. ده عندنا تريننج بروجرام 60 ساعه للطالب الخريج، ودي حاجه اساسيه، يعني ما بيقدر يستلم الشهاده بتاعته الا هو يعمل 60 ساعه تدريب في احد المكاتب الكبيره الموجوده في الرياض. ده في الكوريكولم بتاع الكليه يعني. اوكي. السؤال هو نحن ماشيين حاسه على مرحله الانلوك، خلاص يوم الاحد حيتفتح المجال لحركه الناس بشكل طبيعي وترجع الحياه الطبيعيه بالنسبه للناس. يعني هل هي كانت طبيعيه اصلا دكتوره؟ انت زول انفايرمنتالست. دقيقه. الطلاب اللي كانوا خريجين اللي هم الدفعه الاخيره دي ما اخذوا التدريب بتاعهم، اجلوا لهم، تم تاجيله لحد ما يكون في انلوك ويفتح المجال. فهم حاسة يا دوبهم يعني يوم الأحد الليلة السبت الأحد بكرة حيبدوا يشوفوا الموضوع ده، لازم تكومينيكيت الكلية يعملوا لهم الجدولة والبرنامج بتاعهم للتريننج بروجرام. أوكي ممتاز. كده جاوبتك. لا لسه أنا سؤالي ما كان كملته ذاته، لكن أوريك
السؤال، هل حيجي سوق العمل يبقى ريزيستنت لبعض الخريجين اللي هم تعاطفا معاهم في لحظه من اللحظات اخذوا جزء من الكريكولم بتاعهم اي ليرنينج، ولا الاي ليرنينج از ادوبتد و از ذا نيو نورمال؟ ده السؤال. انا بعتقد انها هي كانت ايمرجنسي كيس والناس لازم تتقبلها بكل اللي حصل فيها ده، يعني نحن قاعدين نحاول ان احنا يعني نلحق العملية التعليمية. على فكرة احنا قضينا 50% من الكورس في الجامعة، يعني ما كله كان في الاونلاين، كانت الفترة اللي قضيناها في الاونلاين 50% الثانية اللي هي كانت قريبة من الفاينل اكزام وتكفيل الكورس، يعني ما اكثر من 4 محاضرات انا اديت للطلاب. كويس. بالنسبة للديزاين ستوديو برضو كان في المراحل الأخيرة اللي هي تجويد الشغل ويعملوا 3D موديلينج في 3D ماكس والحاجات دي، فما هم ما فقدوا كثير، يعني التجربة 50% كانت في الجامعة، 50% كانت في الأونلاين سيستم. فإحنا ما مفروض إحنا to judge the student about this case، لأنه هي كانت emergency case وكانت globally كمان، يعني ما كانت على مستوى يعني لوكالي، كانت حاجة عالمية. انتي ادفوكت يا دكتورة؟ الحاجة اللي فاتتهم من المهارات نحن بنقدر ندخلها دي من التريننج بروجرام. هل انتي من انصار التعليم الالكتروني ولا في المعمار؟ والله انا بحب الشغل في الكلية طبعا، يعني أوكي. الشغل المانيوال والتفاعل المانيوال، يعني فيس تو فيس مع الطالب طبعا له متعته يعني دكتور. تمام. لكن لو التجربه حطتك في وضع زي ده حتشتغل، يعني الحمد لله احنا يعني تفاعلنا معاه بشكل كامل، يعني الحمد لله. دكتوره ساميه عندك انبوت في، هل في انبوت في انه سوق العمل ممكن يعني يكون عنده الرياكشن بتاعه تجاه بعض الخريجين الان بسبب الكورونا اخذوا جزء من الكريكولم بتاعهم والتيتشنج اند ليرنينج بصوره الكترونيه؟ وفي أسئلة كثيرة موجودة إنه كيف كان الاختبار، مين اللي راقبهم، وكيف الجرعة بتاعتهم تحت الرسم إلى آخره إلى آخره. بالنسبة للتجربة اللي نحطوا فيها الطلاب حاليا حطلعت عندهم حوافز إنهم يتمكنوا أكثر من السوفتوير أو من برامج الكمبيوتر، لأنه هذا الشيء متطلب أساس سوق العمل، يعني الطالب اللي عنده ويكنس صار عنده الدافعية إنه لازم يثبت نفسه، فهي جود يعني شجعته. النقطة الثانية بالنسبة للامتحانات عملنا نفس السيستم حكيت عنها الدكتورة هند، إنه وان واي بسموه الطلاب، امتحانات ما فيش يروح ويرجع، الوقت محدود وأسئلة كثيرة تتناسب مع الوقت. هاي أنا عملت امتحان وكانت الريزلتس جود، يعني نفس الأفرج اللي توقعته من الطلاب. أما إذا بتعطي الطلاب وقت طويل وأسئلة قليلة فساعتها وفي يعني يروح ويرجع السؤال، راح يكون الشاتنج اللي حكيت عنه إنه يعملوا جروب على الفيسبوك ويغشوا الأسئلة. لانه احنا الدافعيه من ذات الطالب بهمه ياخذ علامه، مش بهمه انه ياخذ معلومه. فاحنا حتى مع الزمن احتمال انه يصير عندنا الهدف انه يتعلم الطالب نولج اكثر من انه يحصل علامه. اذا العلامه صارت هي المقياس صار هو بس همه ياخذ علامه، بس اذا صارت الاسئله بتعتبر انه مدى وعي الطالب مدى فكره، هون بيبطل العلامه هي الاساس، بصير مدى معرفته بالمعلومه، وهذا هو اللي أساسي بسوق العمل، هذا اللي إحنا لازم نشجع عليه الطلاب إنه، لأن الطالب إذا همه بس معدل وعلامة بسوق العمل ما بطلعوش علامات، بطلعوا بعطوه امتحان، بعطوه تريننج وشوفوا إذا قدر يثبت نفسه شغلوه، ما ثبت نفسه يطلع ما رح يجي يمتعنوا له امتحان. فمن هون الاتجاه اللي بوجه نظر إنه ركز على الطالب إنه دائما أسئلة أسي أسئلة فكرية أسئلة evaluation، مش انه يحفظ مادة ويسمحها، أسئلة تعتمد على تطوير فكري له. اوكي. يعني المنهج حيقوم يتحول، وده من الحياة اللي كنت حصل عنها، انه المنهج فيه knowledge skills يعني soft skills تطور أكثر. نعم اي وسايكو ميتر سكيلز وكده. فشنو اللي عملتوه يا دكتورة هند في المنهج نفسه؟ هل انتم نفس المنهج نفسه استخدمتوه الكترونيا نفس المنهج؟ يعني في كان توافق في الاساينمنت، يعني دي اكثر حاجه احنا كنا مركزين على. بالنسبه للنوليدج الموضوعات هي نفسها، لانه اساسا احنا كنا بنشرح باوربوينت، يعني ما كان في صعوبه في حته او تغيير، هي نفس الحاجات نفس الموضوعات. ولكن الاساينمنت
تم تحويرها بحيث ان هي تكون مناسبه للوضع اللي احنا فيه. في شريحه انا كان شرحت يعني في سلايد انا شرحتها، انت كنت احتغلت انك مشيت وجيت. لا كنت قاعد فيها. اللي هي نوعيات الاساينمنت تم التحوير بحيث تناسب اللي هي دي الشريحه دي يا دكتور. نعم اي شفتها. كان في عندنا الاساينمنتات دي كلها ما كان فيها مشكله، اللي هي الكومبير والانالايز واستخدام الباوربوينت. أيوة الوردز. نعم ايوه كلها كانت، والديسكشن والكولابريتيف سكيل كانت في الكلاس الواحد، لانه قبل كده كنا بنعملها ما بين كوليج وكوليج او ما بين بروجرام وبروجرام. بعد الكوفيد 19 اصبحت في الكلاس الواحد، يعني نفس الجروب اقدر انا اعمل كولابريتيف سكيل ما بينه ديسكشن. المشاريع، لانه شايفه في سؤال هنا في الفيسبوك بالنسبه للمشاريع الديسكشن اوف ذا ديزاين ستوديو، كيف يعني في سؤال في الفيسبوك بيقول كيف نحن كنا بنناقش الطالب وهل كان في تسجيل للديسكشن؟ نحن فعلا فعلا كنا بنخلي الطالب يحول البروجكت الى بي دي اف ويعرض البي دي اف في البرنامج بتاع مايكروسوفت تيم زي الباوربوينت يعني، يعرضه وبعد ما هو يحكي القصه بتاعت البروجكت، بعد كده الاساتذه بيكونوا داخلين اونلاين، عدد من الاساتذه 5 6 وبيناقشوه بيدوه اسئله وهو بيجاوب بيرد علينا، وكنا بنسجل يعني وي هاف تو ريكورد الامتحان ده او الدسكشن دي وتتخطى عندنا في الصفحه بتاعت المايكروسوفت تيم تكون موجوده. ده بالنسبه للدسكشن. في حاجات كانت ان ابليكابل في الاساينمنتات واحنا بعدنا عنها، 3 دي موديل، الطالب ما حيقدر يمشي يشتري مواد ولا حيقدر يجي ينفذ الموديل ده المجسم، فاستعدنا عنه بال 3 دي ماكس، وانه هو يعمل 3 دي ماكس ويعمل فيديو كاميرا فيديو تكون داخل البرنامج. وفي عندنا السايد فيزيت، يعني كان زمان بيمشي بيعمل سايد فيزيت وسايد اناليست الكلام ده بعدنا عنه، فاصبح عندنا هنا السايد دراسته من خلال الجوجل ماب، ادخل على جوجل ماب واشوف السايت مقاساته كام والسراوندينجز والفيوز، واقدر اجيب اكبر كميه من الصور بتكون موجوده عندي في جوجل ماب. تمام. فدي كانت اللي هي الثلاثه الاخيرين دي هم اللي كان فيهم مشاكل، كولابوريتيف سكيل بين ديفرنت بروجرامز والسايد فيزيت وال 3 دي موديل. اما باقي الحاجات الثانيه هي نفسها. طيب هل في اي اتجاه عندكم ولا خطه لانه تستخدموا الفيرتشوال رياليتي، augmented reality، mixed reality في teaching and learning بترجعها؟ والله اعتقد ان it should be included، لانه حس الوضع اللي احنا فيه وده ممكن يرجع تاني، يعني زي ما واصل لفترة نعم. احنا متابعين في الصين انه في دوره ثانيه للكوفيد 19 رجعت مره ثانيه، يعني ممكن يرجع الفيروس ده مره ثانيه، لا قدر الله، طبعا احنا ما بنتمنى حاجه لا قدر الله، لكن ممكن نحن نخش في نفس التجربه مره ثانيه فالناس تكون جاهزه بشكل افضل كمان. او ايفن وورس، ممكن الفيروس يحصل لهم ميوتيشن في اي دوله من الدول الوصيله ويجي فورم جديد لا قدر الله من الفيروس، يكون زي ما بيقولوا الجماعه معاه كيكه يعني. ان شاء الله ربنا يحفظنا جميعا. دكتوره هند صراحه برزنتيشن ممتاز، ورقه دسكشن، سعدنا بكل زميلاتك معانا. والله انا سعيده جدا للتواصل المباشر ده. نعم. وان شاء الله تكون التجربه مستمره معاكم يا دكتور انور. ان شاء الله. ونحب نعلن على المحاضره بتاعت السبت القادم ان شاء الله. ان شاء الله. حتكون هي مناقشه بيبر عن الدكتوره، يعني ملخص لمشروع الدكتوره بتاعي. ممتاز. Sustainable Eco Building Assessment Method to Evaluate Residential Buildings in Greater Khartoum. فده حيكون موضوعنا يوم السبت القادم في نفس المواعيد الساعة 8 بإذن الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. لحد الوقت ذاك يعني شكرا جزيلا لزميلاتك وزملائك. بشكر طبعا الناس اللي حضروا معانا، دكتورة سامية ودكتورة دنيا، دكتورة لبنى، وكل الحضور اللي احنا يعني ما شايفينهم معانا في الفيسبوك، إن شاء الله بنرجع نرد عليهم واحد واحد. ومشكورين جدا لهذا التفاعل، وبشكرك يا دكتور انور بشكل خاص طبعا. الله يديك. وللجروب المتفاعل جدا، وتس فيري انترستنج جروب، ونتمنى لكم يعني دائما ان شاء الله من نجاح لنجاح. الله يكرمك، كثر خيرك. ان شاء الله المقابله الجايه مع دكتور هند السبت القادم لو ربنا احيانا. وشكرا جزيلا لكل الناس المتابعين عبر الفيسبوك والناس الموجودين معنا في الزوم هنا.
شكرا جزيلا لكم، حيكون السلام التسجيل عليكم. التسجيل موجود في الويب سايت بتاعكم مش كده؟ اي نعم، الفيديو ده محفوظ في الجروب بتاع الفيسبوك، وفي نسخه منه بتمشي لقناه الباحثين السودانيين في اليوتيوب. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، السلام عليكم.